أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فإنه في هذا اليوم الطاهر المبارك يوم الجمعة الموافق 22 من شهر أكتوبر لعام 2021 ميلادية، تستقبل مديرية أوقاف الأقصر الدفعة العاشرة من لحوم الأضاحي وقدرها 2 طن، ولهذا تكون مديرية أوقاف الأقصر قد استقبلت ما يقرب من 34 طن. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة الموافق 22 من شهر أكتوبر لعام 21 استلمت مديرية أوقاف القنا كمية من لحوم الأضاحي وقدرها 4 طن. وصل اليوم الجمعة 22/10/2021 الدفعة 16 من لحوم صفوق الأضاحي وعددها 4 طن، ليصبح العدد الذي وصل إلى مديرية أوقاف سوهاج من صفوق الأضاحي 62 طن. وصلت إلى مديرية أوقاف أسوان الدفعة 11 بحمولة 2 طن، وبذلك يصبح عدد أو كمية ما وصل إلى مديرية أوقاف أسوان 40 طن. وكل عام وأنتم بخير.